خلينا على مستوى البطايف ولا السعيد العربي. وسيؤثر هذه الورشة وسيؤثر لوحة المهرجان الفنان الفرنسي إيريك كابالوبا. هناك إذاعة المهرجان والتي ستؤثرها الأخت الإعلامية من الشعاع بمساعدة من الشعاع باسمها الأخ ليمور الزقي مع مساعدة كافة الإعلاميين المتواجدين هنا. لماذا نخلق هذا المهرجان؟ كما قلنا اعتمدنا أو شركنا معنا فاعلين أساسيين، فاعل القطاع الخاص في إنجاز المهرجانات الكبرى وهي شركة متخصصة، وكذلك مجلس الشعب الجالي المغربي الموقع بالخارج الذي سيكون معنا شريكا في هذه التظاهرة، وهي إشراك جاليتنا المغربية في هذه التظاهرة وهي من حقها أن تشارك. شكون اللي منع شي واحد يدير المهرجان؟ أعتقد أن أي مؤسسة من المؤسسات أو يجب جميع من حقها يدير المهرجان. بالنسبة لواحد السؤال ذكي، فرصة هذه قضية طرحت لي حتى مع الإخوان ديال كتاب العمون ديال جامعة التحرير. أنا قلت لهم واحد القضية، قلت لهم أن هاد الفنانون اللي عندكم في الجامعات اقترحوهم على المسؤول على تنظيم هذا السميت وحنا غندخلوهم. انا غادي نعاود الصياغه، ماشي السؤال ديالي، غادي نعاود الصياغه نرد عليك باش تجاوبني بواحد الطريقه احسن. يعني غادي جبت هو انه من عيط عليهم السيد العامل الاول اللي كانت فكره عند ليلى وخرجات كذا وكذا وكذا، عيطوا على مجموعه ديال فاعلين المجتمع المدني من بينهم كنتي تتحاضر معاهم، هضروا معاهم اتفقوا على اساس انه السميه غادي تكون مهرجان المتوسطي الثقافه الامازيغيه. انا كنسولك سؤال دابا، كنقول لك علاش تبدات السميه؟ سي طارق انا كنقول مازال الجمعيه كاين شي واصل تحل الجمعيه؟ عندك شي هذا؟ وغير يسمح لي سي مراد، انا كنقول ان كل واحد كل جمعيه من حقها دير النشاط، دير مهرجان، دير ندوه، دير الشعر، دير لقاء رياضي، من اي حق؟ هل عندك انت تاكيد ان هذه الجمعيه منعها شي واحد من دير نشاط كبير؟ ابدا. انا عضو في هذه الجمعيه وفي اللجنه التقنيه باش نخرجوا من هذا السؤال هذا.